حقيقة زي ما تفضلتي بدت همتنا باستغاثة وصرخة من مريض، وكان المركز فعلا بحاجة للتحديث والتطوير، وبهمة الجميع من المتطوعين والداعمين المادي والمعنوي وبهمة أيضا وزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان طلع هذا المركز اللي شفتيه. وجود عدد من المتشاركين بتحقيق هذا الهدف لابد إلا يخلق تحديات، لأنه كهمتنا إحنا دخلنا على مركز لا نملكه، هو ملك وزارة الصحة، وكانت بداياتنا بالبناء أول إشي التخطيط الطبي والتخطيط الهندسي، توفير الأجهزة، جمع التبرعات. يعني همتنا بتشتغل على أكثر من محور، مش بس محور تنفيذ المشروع أو فكرة المشروع. بتبدأ فكرة المشروع وبعدين نجمع الشركاء والمعنيين كلهم بقدراته والكباسيتي تاعته. عندنا مهندسين، شركات طبية هندسية، كلهم بلشوا معنا بالتخطيط الهندسي على أرض الواقع. وعندنا كمان مخطط للأوبريشن كيف بده يندار هذا المركز، وعندنا مخطط لرضا المريض إنه كيف المريض ورحلة المريض، وهذا بناخدها أيضا بالمخطط. هذا كله بخلق كتير تحديات. صح، في جانب كبير من الأمل بالقصة، لأنها القصة بتعنى بناس فعلا مكلومين مجروحين بدهم يلاقوا الرعاية وبدهم يلاقوا الأمل بالطريق. فهذا كتير خلق تحديات، منها تحديات البيروقراطية اللي إحنا بنعرفها بالمؤسسات عنا ولازم نحكي عنها، يعني سيدنا بحكي عنها كل حدا، عشان مش عشان احنا ننتقد، وانما عشان نلاقي الطريق ونلاقي النور واللي بده يوصلنا للدكتورة. يمكن الجميل انه عم تنحل، يعني لما بنحكي عنها بنلاقي كمان اذان صاغيه تتابع وتحكي.